دونك لازم تحبس هذه الممارسات ويطلق صراحه هذا السجناء الراي. وحتى السجناء اللي اون رياليتي ما داروا حتى شيء، خالده تومي ما دارت حتى شيء، لا ماهيش متهمه لا بتبديد يعني كيفاش بالفساد ولا انها شكلت ثروه شخصيه ولا هي ولا عائلتها ولا شيء. هذا ظلم، تصفيه حسابات من قبل السلطه، السلطه اللي استولت على الحكم بعد استقاله عبد العزيز بوتفليقه، والناس كل على بالهم شكون هو اللي انتقم مني وانتقم منها، وكان رايح يحط في الحبس 470 ولا ما نعرفش شحال المسؤول السياسي وصحفي وكذا، والقائمه كانت تغيصي دونك يدخلها حتى هي الحبس ومن بعد يلفقوا التهم. هذيك هي كانت كيما هكا تدخل دابور حطوا في الحبس ومن بعد لفق له التهم. دونك هنا تاع الحبس، المبالغه في الحبس المؤقت، المبالغه في اللجوء لهذه الاجراءات اللي المفروض هي حالات استثنائيه. كان خالده تومي ما كانش لازم ابدا تدخل السجن، ما كانش لازم تدخل للسجن يعني. وبعد 30 شهر تم محاكمتها ونسمعوا النائب الوكيل الجمهوريه يطلب 10 سنين حبس، ورانا عايشين هذا، وراه عايش هذا، ورانا عايشين هذه عداله، هذه ماشي غير مسخره، باسكو كنا نلتموا وسمعنا وسمعنا المرافعات وسمعناها هي وبالادله والاثبات، ما كان في ملفها ولا شيء ولا شيء، ظلم وتعسف وحقره ومن قبل اطراف يكرهوا النساء ميزوجين، من قبل اطراف يكرهوا النساء. دايوغ هذه نشوفوها، دايوغ رانا نشوفوا فيها الاطراف اللي تكره النساء، هذوك اللي قال هي سيسي خليوها ترشى في الحبس، اللي كي كنت انا في السجن قالوا سيسي خليوها ترشى، وما من الاصوات الناعقه هذوك 10 ولا 12 ولا شحال اللي تهجموا علينا بعد المؤتمر ما بلعوهاش ينجح المؤتمر نتاعنا، هذوما الرجعيه والظلاميه وكذا اللي ما لقاوش باش كيفاش يتهجموا عليا، تهجموا عليا كامراه. سيتو هذا مش القاوي.